سنة وانتم طيبين. أهلا وسهلا بكم في كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية. أتينا هذه الليلة لنحتفل بالرب يسوع المسيح وبمجيئه إلى عالمنا. يسوع المسيح الذي هو نور العالم، النور الذي لا يمكن للظلمة أن تدركه. اليوم ولد المسيح، اليوم جاء المخلص، اليوم غنت الملائكة على الأرض، المجد لله في الأعالي. نعمة ورحمة وسلام من الله أبينا وربنا يسوع المسيح تكون معكم. نشترك معا في صلاة الاستعداد على صفحة 2، نشترك مع بعض. إلهنا القادر على كل شيء، الذي كل القلوب مكشوفة لديه وكل رغبة معلومة عنده ولا تخفى عليه خافية، طهر أفكار قلوبنا بإلهام روحك القدوس لنحبك حبا تاما ونعظم اسمك الأقدس حق تعظيم بربنا يسوع المسيح، آمين. جالسين أو راكعين، دعونا نمتحن أنفسنا ونعترف أمام عرش الله ضعفتنا. يسوع المسيح نور العالم قد أتى بنوره لينزع الظلام من قلوبنا. في نوره دعونا نقضي وقتا صامتا لنفحص أنفسنا وحياتنا معترفين بخطايانا. دعونا نشترك معا في الاعتراف العام. إلهنا القادر على كل شيء، أبونا السماوي، نعترف بأننا قد أخطأنا إليك وإلى سائر الناس بالفكر والقول والفعل، فنحن آسفون حقا على كل خطايانا وتائبون إليك من كل سيئاتنا ما فعلناها منها بجهل أو عن ضعف أو عن عمد، لأجل ابنك ربنا يسوع المسيح الذي مات عنا. اغفر لنا كل ما سلف منا وأنعم بأننا فيما بعد نخدمك دائما بجدة الحياة إكراما وتمجيدا لاسمك، آمين. الله القدير الذي يغفر خطايا جميع التائبين إليه حقا يرحمنا ويغفر لنا جميع خطايانا وينقذنا منها ويثبتنا ويقوينا في كل فضيلة ويحفظنا في الحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا، آمين. خلينا معا نشترك في
في التمجيد مع بعض. المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وبين الناس المسرح. لك نحمد، لك نبارك، لك نعبد، لك نعظم، لك نشكر لمجدك العظيم. أيها الرب الإله الملك السماوي الله الآب القادر على كل شيء، يا ربنا يسوع المسيح الإبن الوحيد، أيها الرب الإله حامل الله ابن الآب رافع خطايا العالم ارحمنا، أيها رافع خطايا العالم اقبل صلواتنا، أيها جالس يمين الله الآب ارحمنا، فأنك أنت وحدك قدوس، أنت وحدك الرب، أنت وحدك الأعلى، أيها المسيح مع روح القدوس في مجد الله الآب، آمين. دعونا نشترك معا في الدعاء المعين على صفحة 4. الإله الأبدي، يا من صنعت هذه الليلة المقدسة لتنير في أرضنا بضياء نورك الوحيد الحقيقي، احضرنا نحن الذين عرفنا إعلان هذا النور لنعاين ضياء مجدك السماوي بابنك يسوع المسيح ربنا الحي والذي يملك معك مع الروح القدس إله واحد الآن وإلى الأبد، آمين. تفضلوا حضراتكم، نستمع القراءة من العهد القديم من سفر أشعياء أصحاح 9 من عدد 2-7. The Old Testament reading is taken from the 9th chapter of the book of the prophet Isaiah, beginning at the 2nd verse. The people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. You have enlarged the nation and increased their joy. They rejoice before you as people rejoice at the harvest, as men rejoice when dividing the plunder. For as in the day of Midian's defeat, you have shattered the yoke that burdens them, the bar across their shoulders, the rod of their oppressor. Every warrior's boot used in battle and every garment rolled in blood will be destined for burning, will be fuel for the fire. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Good
قراءة المزمور، مزمور 96. خلينا نقرأ مع بعض بالتبادل مزمور 96 على صفحة 5. رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنموا للرب باركوا اسمه، حدثوا بين الأمم بمجده، لأن الرب عظيم وحميد جدا، لأن كل آلهة الشعوب أصنام، مجد وجلالا قدامه. قدموا للرب يا قبائل الشعوب، قدموا للرب مجد اسمه، اسجدوا للرب في زينة مقدسة، قولوا بين الأمم الرب قد ملك، لتفرح السماوات ولتبتهج الأرض، ليجزل الحقل وكل ما فيه، لأنه جاء ليدين الأرض. المجد للآب والابن والروح القدس، وسيكون إلى دهر الدهرين. وقراءة العهد الجديد مأخوذة من رسالة القديس بولس إلى تيتوس والأصحاح الثاني. لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر، منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. هذه هي كلمة الرب. شكرا لله. Oh, well, I see.
قراءة الإنجيل من إنجيل لوقا إصحاح 2 الأعداد 1 إلى عدد 20. انصتوا إلى إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس لوقا. في تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة، وهذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرينيوس والي سوريا، فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد إلى مدينته. فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم، لكونه من بيت داود وعشيرته، ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلى. وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد، فولدت ابنها البكر وقمطته وأجعته في المزود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة: تجدون طفلا مقمطا مضطجعا في مزود. وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة. ولما مضت عنهم الملائكة إلى السماء قال الرجال الرعاة بعضهم لبعض: لنذهب الآن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب. فجاءوا مسرعين ووجدوا مريم ويوسف والطفل مضطجعا في المزود. فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي، وكل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة. وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها. ثم رجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوه ورأوه كما قيل لهم. هذا هو إنجيل المسيح. تفضلوا. كل سنة وحضراتكم طيبين. كلمة شكر واجبة لبلدنا المحبوبة مصر ورئيسنا المحبوب عبد الفتاح السيسي اللي أرسل تهنئة وأرسل سيادة اللواء أشرف جاب الله نائبا عنه. شكرا سيادة اللواء. كلمة شكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف دكتور أحمد الطيب اللي أرسل عنه فضيلة دكتور أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر ومنسق عام بيت العائلة المصرية. شكرا يا دكتور. كلمة شكر لمعالي وزير الداخلية اللي أوفد عنه اللواء ياسر عبد المعبود. شكرا سيادة اللواء. الحقيقة بنشكر رجال الداخلية وكل تعبهم معانا، سيادة اللواء عمر سرحان إدارة تأمين الزمالك، العميد أيمن عبد الهادي مفتش مباحث الزمالك، ورجال شرطة الزمالك كلهم. نشكركم جميعا على تعبكم معانا، مش بس في العيد، كل يوم من أيام السنة. نشكر الأستاذ محمد عبد العليم والأستاذ أمير يوسف ممثلين حزب المصريين الأحرار. شكرا ليكم. نشكر دار الكتاب المقدس الأستاذ هاني جاب الله والأستاذ ماهر. شكرا لتشرفكم لنا.
خلينا نصلي اللحظات واحنا بنبتدي تأملنا في قصة الميلاد العظيم. إلهنا الصالح، بنشكرك من أجل ميلادك العظيم، من أجل رسالة السلام. تعالى رب وكلمنا في اسم المسيح، آمين. النهاردة بنحتفل بعيد ميلاد السيد المسيح، ولما تحتفل بعيد ميلاد شخص عزيز عندك بترسل الدعوات وتعد الاحتفال وبتزين البيت وبتجهز الطعام، ولما بيجي كل الناس وبيجي وقت الاحتفال بعيد الاحتفال بالاحتفال عيد الميلاد، بتحتفل بضيف الشرف اللي أقيم الاحتفال من أجله. هيكون خطأ كبير جدا لو عملنا احتفال عيد ميلاد وما عزمناش صاحب العيد. هل ده بيحصل في احتفالنا بعيد الميلاد؟ هل احنا بنقيم الاحتفالات وبنزين القاعات وبنشتري الهدايا وبنعد الولائم وبننسى صاحب عيد الميلاد؟ في كل سنة احنا بنحتفل بعيد الميلاد، بنحتفل بعيد ميلاد الرب يسوع المسيح. الإعلان اللي أعلنه الله للرعاة بيساعدنا ان احنا نفهم المعنى الحقيقي لعيد الميلاد، لأن الله أحب العالم حتى أرسل ابنه الوحيد وأعلن هذا للرعاة. أولا، رعاة بيحرسون حراسات الليل، بيظهر ليهم ملاك الرب بيبشرهم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب، وأعطاهم علامة أنهم يجدوه في مزود. وبيظهر جيش من الملائكة بيسبح وبيقول المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. رعاة يحرسوا الغنم بالليل، ليلة عادية هادئة مسالمة زي أي ليلة أخرى. كان من الصعب على الرعاة أن هم يفتحوا أعينهم وهم بيراقبوا الغنم، وفجأة لدهشتهم بيشوفوا نور عظيم بيشرق عليهم من السماء حول منتصف الليل، وبيحول منتصف الليل لمنتصف النهار. مجد الرب أضاء حولهم، أعظم مجد ممكن يراه الإنسان، المجد الإلهي بيضيء من حولهم. ما كانش رسول عادي من السماء، لكن ملاك الرب الواقف في محضر الله، أقرب ما يمكن للجلال الإلهي. يقول كده ملاك الرب وقف بهم، وفي منتصف كل هذا النور والمجد بنشوف الملائكة، مشهد صعب تخيله، صعب ان احنا نتخيل عظمة هذا المشهد. ربما الرعاة قرأوا عن هذا المشهد في الناموس والأنبياء، وملاك الرب كان يرسل دايما للدينونة أو للإعلان. اللي حصل ان الملائكة لما ظهروا الرعاة خافوا خوفا عظيما. هدوء الليل، الظهور المفاجئ، مجد الله المضيء، كل ده أصاب الرعاة بالدهشة والخوف. كان خوف خليط بخشوع ورهبة، مشاعر مختلطة. الكتاب المقدس بيعلنها لينا أنهم خافوا خوفا عظيما، لكن الملاك بيطمنهم وبيقول لا تخافوا. وميزوا صوت الملاك اللي اداهم الأخبار السارة، أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. انتصروا على مشاعر الخوف وأعطوا نفسهم للفرح، مشهد لا يمكن نسيانه. احنا النهاردة بنحتفل وبنفرح بالبشارة، بالأخبار السارة بميلاد الرب يسوع المسيح. هتأمل في سبب الفرح، لمن الفرح، كيف نعبر عن الفرح. أولا، سبب الفرح، الملائكة بتفرح بميلاد السيد المسيح وبتعلن الخبر ده بالتسبيح والترنيم. وسبب الفرح إن الخالق اتصل بالمخلوق، الله الأبدي اتحد مع خالقته اللي صنعها. الملائكة بتفرح بخاطئ واحد يتوب، بيقول كده يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب. بيكتب عن الملائكة في رسالة العبرانيين، أليس جميعهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العاتدين أن يرثوا الخلاص؟ والملائكة بتحملنا عند نهاية حياتنا، يقول كده فمات المسكين
وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم. هم أصدقاء العريس بيفرحوا لفرحه. الملائكة بتبشر الرعاة وبتقول ها أنا أبشركم بفرح عظيم. ابتهجت جوقة الملائكة، كواير الملائكة، احنا عندنا كواير ملائكة النهاردة بيرنم لينا، وسبحوا وقالوا المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. جوقة ترنيم ملائكية بتسبح الله. هل ميلاد السيد المسيح النهاردة وإحنا بنحتفل بالعيد مصدر فرح لينا إحنا أيضا؟ اتحدت السماء مع الأرض وانفتحت بوابة السماء على مصراعيها. جمهور الجند السمائي بيسبح الله وبيعلن مجيء الملك العظيم. وبنملى الأرض من تسبيحاتنا وإحنا بنسبح مع الكوير، مع ملاك الله جند لرعاة قد ظهر، حوله الأملاك تجدو بخلاص للبشر. ولد اليوم المسيح مضجعا في مزود، ملكه ملك صحيح دائم للأبد. بنفرح لأن ميلاد المسيح هو التجسد الإلهي، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، أخذ جسد طبيعتنا. رغم أن احنا كسرنا علاقة العهد مع الله وأكلنا من الشجرة المحرمة، كان ممكن الله يتخلى عنا، لكن الله بيتحد بالبشر. ولد المسيح من القديسة العذراء مريم، الكلمة صار جسدا. تاني سبب للفرح أن ميلاد المسيح هو إعلان محبة الله لنا. الله بيحبنا وبيريد أفضل شيء لنا. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. رحمته على كل أعماله. ربط الله نفسه مع البشر اللي هم مخلوقات أقل من الملائكة. مخلوق بيعاني من الموت بسبب خطيته. اتحد الله مع البشر. عشان كده الله لديه أفكار عظيمة ورائعة جدا وصالحة من نحونا. ارتضى أن هو ياخد جسد تواضعنا. جرب في كل شيء مثلنا ما عدا الخطية. ثالث سبب للفرح لأن هدفه خلاصنا. تجسد بيعني الخلاص. الله ظهر في الجسد. يعني الله تنازل عشان يرفع الإنسان. ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. لو احنا بنعاني من الخطية من الشر وبنشعر بثقل وحمل الخطية، أتم المسيح عمل الخلاص. ولد لكم اليوم مخلص. رابع سبب للفرح لأنه ولد متواضع، طفلا مقمتا مضجعا في مزود. هل في أي سبب للفرح في هذا؟ مين اللي بيخشى أن يقترب من طفل مولود؟ هو صحيح عمانوئيل، الله معنا، والله بيقابلنا في شخص ابنه الحبيب اللي بيحل كل ملء اللاهوت جسديا. لكن الله بكل جلاله وقدرته بيأتي في ضعف البشر. اتولد فقير لامرأة فقيرة، هي صحيح من نسل ملكي لكن من عيلة فقيرة ومنسية في إسرائيل. الطفل كان معروف أنه ابن يوسف النجار، ولو نظرت ليوسف الأب المتواضع وأمه الفقراء والمزود اللي بتأكل منه الثيران والحيوانات في الحظيرة، اتولد المخلص من عذراء فقيرة ونجار. ولو أنا النهاردة بشعر أن أنا فقير ومهمش، بنظر ليسوع رئيس السلام، هو ملك الملوك ورب الأرباب. ما كانش ليه مكان في المنزل وما كانش ليه أين يسند رأسه. بنفرح مع الرعاة وبنمتلئ بالفرح. ليه بنفرح؟ السبب الخامس لأن الملاك دعا الرعاة أن يفرحوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم. الفرح ده بيحضر مجد الله في الأعالي على الأرض السلام وبالناس المسرة. حدث بيحضر مجد الله بطريقة لا يمكن أنها تحدث بأي طريقة أخرى. كل أعمال الله لا تعطيه المجد بقدر عطية ابنه الحبيب. كل الخليقة وأعمال العناية مش بتكشف عن ما في قلب الله مثل ميلاد السيد المسيح. أمانة الله لوعوده، بيحفظ الله عهده، النعمة والحق تلاقيا، الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا
كما لوحيد من الآب مملوء النعمة وحقا. كل صفات الله في طفل بيت لحم، كأن الشمس بكل نورها مركزة في نقطة واحدة ممكن للعين البشرية إن هي تراها. يؤسس مملكة السلام، بيملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. سبب الفرح، لمن الفرح؟ الفرح بميلاد المسيح لمن يخبره بميلاده. أعلن الملاك الخبر العظيم للرعاة بفرح، وترنمت الملائكة بميلاد المسيح. وإحنا بنخبر بميلاد المسيح بنمتلئ بالفرح، بنفرح وإحنا بنخبر بميلاد المسيح. الخبر أعظم خبر يمكن لبشر أن يعلنه. الفرح بميلاد المسيح لمن يسمعه بميلاده. البشرة بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. ربما يفهم من النص أنه بيقصد شعب إسرائيل، لكن بالتأكيد الرسالة لجميع البشرية، لجميع الأمم. ولد المسيح، هللويا. بتفرح جميع الشعوب بميلاد المسيح المخلص. ترنمي أيها السماوات وابتهجي أيتها الأرض، لتجدوا الجبال بالترنم، لأن الرب قد عز شعبه وعلى بائسيه يترحم. الفرح بميلاد المسيح لمن يؤمنوا بميلاده، زي الرعاة. الرسالة والنور والملائكة كانت كافية. ما شكش الرعاة لحظة أنهم يقبلوا الأخبار السارة بدون ما يسألوا ولا سؤال. كانوا حكماء، وبينتهر الله الكبرياء والتعالي. آمن الرعاة وفرحوا، وما كانش فيه أي حد يقدر يشككهم في اللي رأوه وسمعوه. النهاردة وبنسمع ناس بتشككنا وبتقول ما فيش معجزات، عصر المعجزات انتهى. وبعض الناس بتقولنا أن احنا نشك في كل شيء، وما ينفعش أنك أنت يكون عندك إيمان بدون شك. لكن ليه هشك في الأخبار السارة؟ هل ممكن تشك في الأخبار السارة وما تشكش في العلم اللي بيتغير كل سنة مع كل نظرية جديدة بيكتشفها العلماء؟ الشك وعدم الإيمان مش بيعطي تعزية، لأن الشك وعدم الإيمان مش أخبار سارة، لكنها معلومات عقلية بتطفي الفرح في حياتنا، وبتطفي الرجاء باسم العقل والمنطق، وبتسرق فرحة الإنسان وتوقعه للبركة. احنا مدعوين ان احنا نكون واقعيين، مش بطريقة العلم لكن بطريقة الرعاة. ما كانوش بيصدقوا اي شيء، لكن صدقوا اللي شافته عينيهم، صدقوا اللي الرب اعلنه ليهم، لان في فرح في الايمان. النهاردة واحنا بنحتفل بميلاد السيد المسيح، نشعر وكأن لسه المشهد اللي شافوه الرعاة. مجد الرب ما زال بيشرق في السماوات. جمهور الملائكة اللي ظهر للرعاة، رغم ان احنا مش شايفينهم بعينينا النهاردة، انا كنت اتمنى اكون مع الرعاة في الحقول، اسمع ترانيم الرعاة وهما بيقول المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المسرة. الرعاة شهدوا بالحق، وسجل لنا البشير لوقا هذا الحدث الهام في قصة الميلاد. خلينا ننسى الزمن اللي مر 2000 سنة من كتابة قصة الميلاد والزمن اللي احنا عايشين فيه، وندرك ان الملائكة ما زالت بتتغنى المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. لو حبيت تختبر الفرح النهاردة، هتحتاج انك انت تعمل زي الرعاة، نقترب إلى الطفل المولود زي ما أخبرتهم الملائكة، حتى لو ما كناش بنشوفه بعينينا المادية الطبيعية، لكن بنراه بعيون الإيمان. كيف نعبر عن الفرح؟ مش بنكتفي إن احنا بنحتفل بميلاد المسيح ليلة عيد الميلاد، لكن احنا بنحتفل بميلاد المسيح كل يوم في السنة بطريقة روحية. بيولد المسيح في قلوبنا وفي قلوب ملايين البشر كل يوم في السنة، وده ليه تأثير في حياتنا الروحية أكتر بكتير من الاحتفالات التقليدية بعيد الميلاد. ممكن أنك أنت تعبر بالفرح زي ما فعلت الملائكة، أنك أنت تخدمه، تتكلم مع الناس. ملاك الرب ظهر للرعاة وبشر ليهم بالأخبار السارة. أو ممكن أنك أنت
ما تعصش لكن ترنم وتسبح زي جمهور الملائكة اللي كانت بتسبح وتقول المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. ولو أنت مش بتوعظ ولا بتسبح ممكن أنك أنت تعمل زي ما عمل الرعاة أعلنوا الأخبار السارة لما شافوا الطفل المولود زي ما قالت الملائكة وكانوا راجعين لبيوتهم يسبحوا ويمجدوا الله. كلامنا ومشاركتنا عن الأخبار السارة. بصلي أن الرب يدينا فرح عظيم وإحنا بنحتفل بميلاد السيد المسيح المخلص. بصلي أن الرب يدينا ويدي بلادنا الحبيبة مصر سنة جديدة مليئة بالبركات. نفرح فرح لا ينطق به ومجيد لأنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. نقف معا ونتلو قانون الإيمان. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ظهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر
ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء التأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين. نصلي من أجل الكنيسة. نصلي إليك يا رب من أجل كنيستك التي وعدت وقلت على هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. نأتي إليك يا رب ونحن نحتفل بميلادك المقدس. نصلي يا رب أن تبارك كنيستك في كل مكان. نصلي أن تبارك كنيستك يا رب بكل طوائفها. نصلي من أجل الكنيسة الأرثوذكسية، نصلي من أجل البابا تواضروس، نصلي من أجل الكنيسة الكاثوليكية، من أجل الأنبا إبراهيم إسحاق، نصلي من أجل الكنائس الإنجيلية، من أجل القس أندريا زكي. بنضع يا رب بين ايديك كنيستنا الاسقفيه، بنضع الاقليم وبنحط بين ايدك يا رب بثقه نيافه المطران سامي رئيس اساقفه اقليم اسكندريه ومطران ابروشيتنا، تدي له نعمه وتدي له حكمه وتدي له قياده وتدي له يا رب معونه في كل التحديات اللي بيواجهها في سنه جديده، واحنا بنتطلع للنمو والامتداد ككنيسه في اسم يسوع. رب ادينا رؤية جديدة، ادينا قوة جديدة، ادي للكنيسة نعمة جديدة، ادي للكنيسة مواهب جديدة، ادي للكنيسة يا رب نفوس تخلص، ادي للكنيسة في الوقت اللي جاي يا رب ان هي تحقق مشيئتك الصالحة في مصر في رحمتك يا رب. نصلي من أجل سلام بلدنا وسلام العالم. يا رب بنصلي ونتشفع من أجل بلدنا الحبيبة مصر، من أجل يا رب أنك تعطي بركات ونعم يا رب على بلدنا، تعطي يا رب حكمة ومساندة للحكام والقادة، الرئيس، الحكومة، كل المسؤولين في كل المستويات يا رب، انك تعطيهم يا رب حكمة إلهية لكي يحكموا بعدل ورحمة، من أجل كل المسؤوليات الموضوعة على عاتقهم يا رب، من أجل 100 مليون يحتاجون إلى عمل، إلى أكل، إلى وظائف، إلى مستقبل. عشان كده يا رب من أجل كل هذه المسؤوليات الكبيرة يا رب نصلي يا رب من أجل رئيسنا وحكومتنا، إنك ترشدهم من أجل يا رب حكم رشيد، من أجل يا رب إن كل حد في البلد يا رب يجد فرصة لحياة كريمة، فرصة عمل، فرصة علاج، فرصة طعام، أمل في المستقبل. وإنت يا رب قلوب الملوك كجداول مياه في يدك، وكل السلطان هو مرتب من شخصك،
لذلك يا رب نصلي من أجل كل السلاطين في بلدنا. نصلي يا رب من أجل مش بس بلدنا، العالم كله يا رب. نصلي بسبب الوباء والمرض اللي موجود، يا رب شفاء للمرضى. يا رب ارشد الأطباء لعلاج لهذا المرض اللي بيجتاح العالم وكل الأمراض والأوبئة. يا رب نصلي من أجل سلام في العالم، وإحنا بنشوف يا رب نزاعات وحروب بسبب الشهوة والشر والخطية اللي بقت موجودة في العالم. عشان كده يا رب بنصلي من أجل سلام، يا رب من أجل رحمة، من أجل يا رب الناس المعوزين والمحتاجين في العالم كله. يا رب يا رب بنصلي من أجل قيادة حكيمة في العالم كله، من أجل أن سلامك يعم كل مكان في العالم. أنت رئيس السلام. عشان كده يا رب نصلي أن نورك يسطع في العالم كله، لبنورك هيكون في سلام حقيقي يا رب. في رحمتك يا رب اسمع صلواتنا. خلونا نصلي لأجل المرضى والحزانة. يا رب بنعظمك وبنمجدك، يا من كنت تقول تصنع خيرا وتشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. يا رب احنا في هذا المساء واثقين يا رب انك انت تقدر على كل شيء. يا رب الأمراض النفسية والروحية والجسدية، يا رب بنصلي لأجل كل نفس متألمة، كل نفس تعاني يا رب، سواء يا رب من أي تعب. يا رب احنا بنصدق في قدرتك إنك تقول كلمتك يا سيدنا. أذكر كل نفس مريضة يا رب، كل طلب إن احنا نذكرهم في صلواتنا يا رب، بنضعهم بين يديك وإحنا واثقين في قدرتك، واثقين في سلطانك يا رب. وجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء يا رب، اوصل بلمسات شافية يا رب. الناس اللي فقدوا أحبائهم وأعزائهم، أنت ترسل تعزية يا رب بالروح القدس لقلوبهم. أنت وحدك يا رب الإله القدير اللي تقدر تسند واللي تقدر ترفع واللي تقدر تعزي. يا رب بنصلي لأجل كل نفس مهمشة يا رب، كل نفس بتشعر بالوحدة، أنت السند، أنت الملجأ، وأنت القوة يا رب. مرة تانية يا رب بنحط كل المرضى وكل الحزانة وكل التعبانين، وإحنا عندنا ثقة في شخصك وفي جلالك إنك تشفي كل الأمراض. في رحمتك يا رب أيها الآب الأرحم اقبل صلواتنا من أجل خاطر ابنك يسوع المسيح مخلصنا. أطلب من حضراتكم الوقوف لخدمة السلام، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا ويدعى اسمه رئيس السلام. سلام الرب معكم وعلى الدوام، ليقدم كل واحد منا للآخر علامة السلام. رن صوت في الأعلى.
Wow.